قضية مصر في هذه الآونة أننا في مفترق طرق، لابد وأن نسعى جميعا إلى أن نعمل على بصيرة، وأن نعمل بصدق، وأن نعمل بإخلاص، حتى يسير مجتمعنا الذي يؤثر فيما حوله من المجتمعات تأثيرا هائلا. شعب مصر هو قدوة وأسوة لكثير من الشعوب أو أكثرها، وهو بحمد الله تبارك وتعالى عبر عن إرادته في العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي به سعادة الإنسان. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فنحن حين ندعو الناس إلى الإسلام وإلى أن يبنى مجتمعنا على هذا الدين، إنما ندعوهم إلى الرحمة، إنما ننصح للبشرية لأننا نريد لهم الخير. علمنا شرع الله سبحانه وتعالى أن نحب الخير للناس، وأن ننصح لهم، وأن لا نغشهم، وأن لا نقول لهم أنكم على الحق وهم على الباطل. لا ينبغي لمن رأى إنسانا يوشك أن يقع في حفرة من النار، إذا كان ناصحا له أن يقول له: سر على بركة الله، أنت على الصراط المستقيم، أنت على هدى وخير ونور. لا، هذا ظلم، وهذا عدوان على حق الإنسان في أن يرى، وفي أن يعلم، وفي أن يصله الهدى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نكره أحدا بعد البيان على أن يلتزم دين الإسلام، وإنما نقول كما أمرنا الله عز وجل وعلمنا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وعدم استجابة إنسان للحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نظلمه، ولا يعني أن نعتدي عليه، وإنما يأخذ ما جعله له الله سبحانه وتعالى حقا. فهذه الشريعة الكاملة ضمنت حقوق الإنسان كإنسان، كرمه الله سبحانه وتعالى وأراد له أن لا يكون في الحضيض الأسفل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم أساسه في توحيد الله والعبودية له، لأنها الهدف من الحياة، وأن نتحرر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا التكريم للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، لا عبدا لغيره سبحانه وتعالى. العالم يريد تعبيد الناس للشهوات، إلا أهل الإسلام يريدون حرية الإنسان الحقيقية. تدرون الشعارات المرفوعة حول الحرية والمساواة إنها لا تتحقق في معانيها الحقيقية إلا بأن يتحرر الإنسان من كل عبودية لغير الله، أن يتحرر من عبودية الدرهم والدينار، أو قل عبودية الجنيه والدولار، قل أن يتحرر من عبودية غيره من البشر الذين يتسلطون على الناس بالقهر والظلم،
كمعظم الأنظمة المستبدة، وليست أنظمة العالم المسمى بالعالم الديمقراطي أنظمة غير مستبدة في حقيقة الأمر، وإنما تتسلط على الناس وهي توهمهم أنهم أحرار. وإلا فأخبرونا عما صنع العالم الغربي بديمقراطيته المزعومة في شعب فلسطين حين اختار بإرادته المستقلة أهل الدين ليكونوا قادة له، هل قبل العالم ذلك أم ما زال الحصار مفروضا على غزة؟ أخبرونا ماذا صنع العالم الغربي بديمقراطيته فيما يحدث في سوريا؟ لماذا السكوت هذا الخرس التام عن كل هذه الجرائم المعلنة والكل ساكت، بل هناك من يدعم؟ إنها لغة المصالح في الحقيقة. ماذا صنع العالم الغربي عندما أبيد مليونان من العراقيين بأيدي قوات الاحتلال ثم ميليشيات الشيعة؟ أين هذه الحرية؟ الحرية الحقيقية أن نكون عبيدا لله عز وجل في أفرادنا وفي أمتنا ومجتمعنا. إن الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، جاء به كل الرسل ليعبد الناس ربهم، جاء به إبراهيم وجاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ليس الطاغوت هو شخص إبليس فقط، ولكنه كل ما طغى وتجاوز العبد به حده حتى نسب لنفسه صفات من صفات الربوبية أو حقوقا من حقوق الإلهية. ولذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله المعتدي على حق الإنسان في أن يكون هو وحاكمه كلاهما سواء أمام القانون الإلهي أمام شرع الله عز وجل. لا توجد دولة قانونية يستوي فيها الحاكم والمحكوم في حقيقة الأمر إلا في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول الحرية الحقيقية لمن أرادها كما قالها ربعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نريد أن نتحرر من عبودية الفرد الذي تؤصل له بالاسم أحيانا كما قالها فرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. سمى نفسه بالإله ثم زاد فقال: أنا ربكم الأعلى. وقد يكون ذلك بالعمل دون أن يسمي نفسه إلها، لكنه يطلب من سائر البشر أن يطيعوه في طاعة الله ومعصيته، تكون أوامره منفذة ولو كانت معصية أو كفرا. هذا الذي نأباه ولا نرضاه ولا نقبل به في حياتنا. قلنا ذلك في وسط الشدة قديمة عندما كانت المعتقلات مفتوحة والسجون أبوابها على من يدخلها مغلقة إلا من رحم الله عز وجل. كنا نقول ذلك أيضا كما نقوله الآن ولا نعبأ بما يحدث. نقول: نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نقول قالها أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. نريد أن نؤصل هذا الأمر في نفوس أبنائنا
إياكم أن تقبلوا أن تكونوا عبيدا مأمورين، لأن الحرية التي ننادي بها تأبى أن نكون عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى. العبد المأمور الذي ينفذ ما يؤمر، وإن كان الناس يقولونها أنا عبد المأمور، لكنهم يقصدون أنا عبد مأمور. عندما يعذب، عندما يقتل، عندما يفسد في الأرض، عندما يسجن، عندما ينتهك الحرمة، عندما يقتحم البيوت، كم من بيوت اقتحمت، كم من أناس أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله حقا. وقع ذلك في النظام البائد، عانى منه الكثيرون وظلوا في رعب، ومع ذلك كنا نؤكد لأبنائنا وأبناء دعوتنا أننا لا نرضى أن نكون عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى، وأننا لن نطيع في معصية الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نقبل أن نسير في ركب الظلم أو أن ندور في فلك الفساد، وأننا لا يمكن أن نقبل عبودية الفرد الذي يسوى برب العالمين.